اليوم بأتكلم عن آثار الحروب على الجيل الحالي. جذب الانتباه للأطفال الذين يتأثرون من الحروب. أولا أنا لا أتكلم عن 1000 أو 2000 أو 3000، أنا أتكلم عن 32 مليون طفل في العالم حسب إحصائيات اليونيسف، و15 مليون طفل في الوطن العربي، وأكثر من 7 مليون طفل في العراق، وأكثر من 7 مليون طفل في سوريا، وفي اليمن أكثر من 50% من المجندين أطفال حسب الإحصائيات الصادرة. ونحن نتحدث عن جيل كامل مهدد بالتخلف، جيل كامل مهدد بالتراجع التنموي، جيل معقد نفسيا وعنيف. سيصبحون أطفالنا مشوهين ذهنيا أو وقود لحروب قادمة، من السهل استخدامهم لإشعال النزاعات وإذكاؤها، وسيكونون خطر على المنطقة والأمن الدولي لأنهم عرضة للتشدد وضحايا جماعة الإرهاب والمتاجرة بالبشر، وستكون الفتيات سلعة لدى جماعة تسخرهم في أمور منحرفة. وخصوصا أن الأطفال الآن يتعرضون إلى التجنيد بكل أصنافه، وحرموا من التعليم بسبب تدمير المدارس وتحويلها إلى سكنات عسكرية ومخازن الأسلحة، والآن يعانون من التفكك الأسري بسبب موت بعض أهاليهم ونزوحهم إلى أماكن أقل خطرا، والآن المعاناة تزداد سوءا اجتماعيا وصحيا ونفسيا. وغدا سيكونون القوة البشرية، إذا استمرت الحرب سينضمون إلى مسلسل العنف، سيكونون أخطر من داعش. وكل هذا مؤشرات إلى كارثة إنسانية وكارثة اجتماعية خطيرة وعظيمة، قد تهدد حياة الإنسانية وقد تعرقل مشروع السلام إلى الأبد.